وكما تفضلت اليوم أصبح الإدمان مثلا من الآثار التي ذكرها الأستاذ سعيد، اليوم الدراسات تشير أن معالجة مدمني يعني متعاطين مثلا السجائر والخمور أسهل بكثير من معالجة مدمني الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. وأجريت دراسة ذكرها العالم الاجتماعي الأمريكي، أجريت دراسة لشاب أعطي إنترنت وأكل وشرب، مكث مع نفسه ومع الإنترنت 8 أشهر وهو بعيد عن العالم الخارجي. هذا يدل أن الإدمان وصل إلى مرحلة كبيرة. يعني على كل حال دقيقة تفضل أعرج على كلام الأستاذ، هذه الدراسة أجريت في خارج الوطن العربي، أنا أقدم في المدارس الحكومية هنا في الحكومية والخاصة. سألت سؤال يوما الطلاب، عذرني عشان الوقت، لكن الشيء بالشيء يذكر، الطلاب هنا في عمان عدد من المدارس، قلت لهم لو عطيناكم نفس الحاجة، غرفة وأكل وتكرم دورة مياه وإنترنت، كم تستطيع من الوقت الجلوس في هذه الغرفة؟ ما شاء الله الإجابات، أقل إجابة كانت شهر بعفوية، الكل جاوب بعفوية. أنا أقدر أستاذ أجلس شهر، أنا أجلس أسبوع، يعني وصلنا لمرحلة هذه، وصلنا لهذه المرحلة. رجاء ننتبه يا أولياء الأمور لهذا. أين الصلاة؟ بعد ذلك ذكرتهم أين الصلاة، حق الأبوين، حق الأسرة، هذا الموضوع.